فحص هرمون البرولاكتين هرمون الحليب. يتم إجراء هذا الفحص للمساعدة في التحقق من حالات الإفرازات غير الطبيعية من حلمة الثدي أو حالات انقطاع الطمث أو حالات العقم عند النساء، كما يتم إجراؤه للرجال بغرض المساعدة في تشخيص سبب ضعف الرغبة الجنسية أو ضعف القدرة على الانتصاب، وبغرض الكشف عن ومراقبة الإصابة بورم في الغدة النخامية ينتج هرمون البرولاكتين. العينة المطلوبة لإجراء الفحص تشمل عينة من الدم يتم سحبها من وريد في الذرع. يتم إنتاج هرمون البرولاكتين بواسطة الجزء الأمامي من الغدة النخامية. من الطبيعي أن يوجد هذا الهرمون بكميات منخفضة لدى كل من الرجال والنساء غير الحوامل، حيث أن الدور الرئيسي لهرمون البرولاكتين هو الحث على الرضاعة وإنتاج حليب الثدي. لذلك من الطبيعي أن يكون مستوى هرمون البرولاكتين مرتفعاً طوال فترة الحمل وبعد الولادة مباشرة، حيث يساعد على بدء واستمرار إدرار حليب الثدي. فإذا لم تقم الأم بالرضاعة فيبدأ مستوى الهرمون لديها بالهبوط سريعاً ليعود مرة أخرى إلى مستويات ما قبل الحمل. أما إذا قامت بإرضاع طفلها فإن عملية المص التي يقوم بها الرضيع تلعب دوراً هاماً في استمرار إفراز الهرمون. عندما يصاب شخص ما بورم يفرز هرمون البرولاكتين من الغدة النخامية، فقد يطلب إجراء الفحص بصفة دورية لمراقبة مسار الورم ومدى استجابته للعلاج الموصوف، وقد يطلب إجراؤه أيضاً على فترات زمنية منتظمة لمراقبة احتمال عودة الإصابة بالورم من جديد بعد شفائه. هناك عوامل كثيرة قد تؤثر على مستويات هرمون البرولاكتين في الجسم سواء بالارتفاع أو الانخفاض، مثل تعاطي أدوية بعينها والتعرض للضغط العصبي الناتج عن إصابة بمرض ما والإصابات الجسدية في جدار الصدر وحدوث نوبات تشنج والإصابة بسرطان الرئة. خدمة See My Result www.cmyresult.com